صار حنا قوما مستعجلون. حبيت هذا مرة حلو بارد. يا أهلا وسهلا، جايين ثانية. فاضي دايما، صار مش كبرهن. فاضي ما شاء الله، حلو طلعت الصبح. حبيت هذا مرة حلو بارد. سعره 145. هذه نقشة ثانية. عاد صراحة ما أحب أدور كثير، يعني عندي حق. شوفوا هذه، خل أوريكم القمصان، قمصان البيت. صراحة عندهم قمصان مرة حلوة. شوفوا هذا، حبيته. ولو عندهم مقاسات وألوان. أنتم بالعيد، أذكر حنا في العيد لما كنا صغار ما نشتري، ما كنا أول نشتري صراحة، لأن كان ضحايا. كنا نشتري جلابيات وقمصان. الحين عاد يعني بعد ما الناس خلاص صاروا يعني ودون للقصابين، تجي اللحم مقطعة وكل شيء، لا والله صاروا يكشخون يلبسون. بس الصباح لازم قميص أول الصباح، يعني للتقطيع والحمسة ومدري إيش. شوفوا ذا يجنن، لازم نلبس قمصان. حلو مرة هذا، بعد مرة حلو. حبيت بارد. شوف كم، 87. شوفوا هذا حلو، مرة حبيت القمصان. هلا شوف هذا كم سعره، 72. هذا بعد حلو بس ثقيل شوي. هذا حبيته، حسيته ستايل أمي. والله العظيم الظاهر عنده واحد يشبهه. شوفوا، تحبون القطعتين؟ شوفوا هذه قطعة، لا هذه مشبوكة، يعني مي منفصلة. هذا يجنن بعد، حبيته. هذا بعد حلو بارد، بس ما ادري هم تغيرون عاد بعد الغسيل او لا. هنا بجامات، ودي والله اخذ الوسونة بس حبيبي تجي تختار. حبيت هذا مرة حلو، ديلو حلو. وين وحتي العبايات وقلب وش. صانونة. أول مرة أشوف عندهم المقاسات الصغيرة ذي. ما شاء الله القسم الولادي مرة حلو، حلو اللون الأبيض، أحبه مرة. يلا هذا حلو للعيد اللي عنده أولاد. هذه جنن، اللون بعد جديد حلو مبتكر. مرة حلو، حبيته. 69. وهنا عاد رجعت للبيت تقريبا ظهر انه كانت الساعة 10 كذا
أو 10:30، فسويت لي فطور سريع كذا، ما كنت كالدرجة مروقة يعني، لأنه بعد عيالي جو من الاختبار الله يحفظهم، قالوا لي أبي نبي يعني حاجة سريعة كذا، ما يبون فطور يعني، قالوا نبي قهوة نبي معاها شيء سريع. سويت لهم قهوة، سويت لهم معاها فرنش توست، وهنا عاد كملت خبزتي. بعد ما عاد خلاص صفطت الخبزة في بالبيض، تذكرت اني ما حطيت المعجون، انا شريته من فران الحطب، متحمسة كنت علشان اسويه عشان اذوقه، فرجعت فتحت الخبزة مرة ثانية وحطيت من الخلطة، وهي عبارة عن جبن فيتا معاه كذا صلصة ومعاها زيتون الظاهر مقطع معاه، والله لذيذ يعني. يعني اعطيه كذا، اعطيه 5/10 يعني، مو بسيء بس مو مرة ممتاز. هنا خلاص خلصت فطوري وجهزت ذاك الشاهي اللي يحبه قلبكم، عشان أنا قاعدة أرتب أموري وش بزين وش ما زين. أمس ما سويت غدا مبكر، خليت عشاء ولا عجبتني صراحة الفكرة. اليوم عاد بسوي غدا. وحبايبي إذا كنتوا جداد على قناتي لا تنسونكم تشتركون، ولا تنسونكم تحطون لايك للفيديو، ترى مرة اللايك يعني تستفيد من القناة مرة، يرفع الفيديوهات. وما على كريم تشرط، أنتم كريمين وأنا أستاهل. الله يجزاكم خير. يلا عاد أترككم مع الفيديو. يا هلا والله، مساء الخير من المطبخ. يلا يلا على غداكم. المكيف هذا مرة حلو، تحبونه موية هنا، صعد إنها صوتها مزعج شوي. كذا يقصر، بس عيب انه صار يطلع ملح، شكله يحتاج مرة تنظيف. سوي غدانا اليوم ملوخية، بس بقلل الكمية يعني مع الصيف تقل الرغبة بالأكل. غسلتها مرة زين، تقريبا 3 إلى 4 مرات، ونقعت الرز بس كلش جاهز. يلا بسم الله. عاد كل طريقة يعني، هذه يعني كل لها طريقة في الطبخ. هنا أضيف معجون طماطم. أذكر كم واحدة من متابعاتي قالوا لي لا مو كذا تصليح الملوخية، احنا نحبها كذا، غيرهم يحبونها خضرة خضرة كذا، يقولون ما استوت. عشان كذا نحط معاها شو اسمه معجون طماطم، احنا نحبها كذا خلاص يعني، بس للمعلومية عشان ما تعصبون. لا بعد يحبونه كثير، يحبون معجون طماطم يكون كثير. بعدين ملح، أكثر شيء أحبه يعني أضيفه هنا للملوخية والإيدامات والكمون، بهارات مشكلة.
شوي بس بضيف له شوية موية. شايفين خلاص تسبك الحين دجاج، وبحط الملوخية. بس خليها تطبخ كذا 5 دقائق بعدين اسوي الطشة حقتها. الحين عاد خلاص جهزت الطشة، احمسها شوي بس علشان نحطها على الملوخية. خلاص الحين غدانا تقريبا، بس بقى اسوي الرز. الحين بسوي الرز الابيض. حطيت بس ملح وزبدة. هذا الرز بصر عليه. اللي سألتني بالكومنتات، والله بنات اليوتيوب من تالي ما يطلع الأسماء، فما أدري وش الألقاب اليوزرات يعني اللي تطلع لي. بس واحدة سألتني عن القدور، بس ما فهمت وش تقصدي. تقصد القدور هذه اللي هي استيل اللي من ايكيا؟ ممتازة والله، مرة لك وللزمن. اذا كنت تقصدين هذا القدر، مرة بعد هذا القدر مرة حلو اذا كنت بتحافظين عليه. لكن انا شوف يوم صار عندي عاملة سوت، مرة انقهرت عليه، فركته بليفة السلك الله يهديها. شفتي مرة انقهرت عليها. الثاني الأكبر منه أنا ما استخدمه كثير، مرة ممتاز ولا في خدوش ولا شيء. أما من هذا لا تخدش، هذا عيب الأشياء هذه اللي تجيك فيها طبقة حماية وكان عندكم عاملات، لا تشترون زي كذا، خليكم على الستيل والجرانيت أحسن. هذا غدانا اليوم، ملوخية مع رز أبيض. إن شاء الله تكون عجبتكم فقرة الغداء. يلا عندي الحين شوية أشغال بكمل، بنكمل كذا كم درج بالمطبخ، ننظفهم ونعزل وكذا وبس. ما أدري عاد أنا صراحة اليوم أسوي حالة لهم أو لا. أبعبي علب الصابون أنساهم دايم. وش تفضلون انتم من صوابين هذه السائلة؟ احنا طبعا نشتري حجم كبير وصير اعبي العلب، نشتري علب واعبيها. بس اشتريت هذا اخر مرة، مدحت لي وحدة كانت بالمحل، بس ما ادري ليش ما عجبني، ما احس له ريحة ذاك الدرجة. انا احب مرة كازانوفا، اخذ كازانوفا بالبخور او بالياسمين جنن. بس يلا احتريه خلص علشان اجيب ثاني، اجيب كازانوفا، لان كازانوفا مو كل المحلات يبيعونه، ما تلقين يعني بكل المحلات. هذول اللي في المجلس كسرت واحدة منهم.
هي الزرعات ما أدري إيش فيهم، مع إنها هي المفروض إنها يعني من النباتات اللي تنمو بسرعة وتتسلق، بس ما أدري إيش فيها، شكلي لازم أغير التربة وأجيب لها سماد. تحتاج مرة أحس. هذه طلعها الحين برا، بنظفها وأشيل التراب حقها، وبروح جنبنا مشتل، جنبنا مرة أروح أمشي حل رجليني، بس سبحان الله أنسى مرة، لجا الليل أنسى، بس اليوم لازم لازم أروح وأجيب تربة، يعني خلي يغير لي التربة حقتهم وأحط لهم سماد يزبطهم لي إن شاء الله بإذن الله. الحين عاد جاء أحلى وقت بالنسبة لعيالي، وقت الحلا. بسوي حلا سهل مرة وبسيط ولذيذ بنفس الوقت، حلا بارد كذا وسهل ما يبي شيء، حلا سنيكرز بارد. بما انه انا لقيت عندي سنيكرز فقلت خليني اسوي لي حلا. وهنا علبتين قشطة، 6 حبات تقريبا جبن كيري، جبن يعني كريمي قصدي، دريم ويف وبسكوت وبس. الحين بس شو اسمه اركب قهوتي وبعدين ابدا اسوي الحلا. أول حاجة بنصف البسكوت، يا رب بس ما يكون متكسر، من كم مرة أطلب من البقالة بعدين نجيبه لي متكسر. أول شي بنحط طبقتين من البسكوت، والله فيه شوي متكسر، شوفوا. أنا طحت في إني أصف البسكوت بعدين عاد أرش عليه النسكافيه أو الحليب، أسرع صراحة. عندنا دايما كل ما يبقى من بسكوت متكسر كذا اطحنه واحطه بكيس، احطه بالفريزر لما نحتاج نسوي حلا يحتاج بسكوت مكسر، خلاص بس يكون جاهز عندي اطلعه واستخدمه. احنا مين معلومة جديدة بس حبيت افيدكم، بكمل الكمية وارجع عاد. هنا احط المقادير، علبة قشطة، وربع علبة الحليب المركز المحلى، احتاج ملعقة شوي. بعدين الجبن، نحط الحين الجبن، بعدين نحط دريم ويف كلهم مع بعض. تبون بهذا المحضرة أو بالخلاط الكيك أو بخلاط الطماطم اللي متوفر عندكم. يلا شيل بس النظف اللي عقبي وأخلط الخلطة وأرجع.
هذا شكله. الحين بحط نصف المقدار، بعدين احط طبقة ثانية من البسكوت. هذه طبقة ثانية من البسكوت، خلاص بحط عليها باقي الخليط. طبعا الخليط لازم يصير ثقيل يعني عشان ما يسيح معاكم. هنا ثبتنا الطبقة الثانية، الحين عاد نيجي للطبقة الثالثة اللي هي علبة قشطة، إذا على حسب عدد الصينية. أنا بحط الكل يعني مقدار شو اسمه، إذا كانت الصينية مثلا صغيرة حطوا 3 حبات سنيكرز ونص علبة قشطة، يعني اعتبر الصينية حقتي متوسطة، بعدين حبات سنيكرز صغار. هذا السنيكرز بعد ما ذوبته. بس هذا الحلقة راح أدخله الثلاجة. هذا حلانة حق اليوم، طبعا يبيله شوي يجمد، استعد حنا قوما مستعجلون. هذه قهوتنا، بس إن شاء الله يكون عجبكم فلوق حق اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك الفيديو.